كيف القهوة؟ ايه نضال، بدك شي؟ لا ما في شي، بس عم بتطمن على القهوة. اطمن، القهوة منيحة. أنا بحبها للقهوة. اتركها للوقت. صاروا 25 سنة، ما عاد في وقت. بس في أمل. نضال، يعني أنت شايف المشاكل كيف عم تجينا ورا بعضها. بس أقول لك شغلة، خليك واثق، إذا أنت بتحب القهوة فالقهوة بتحبك. معناتها هالمرة القهوة سكر زيادة ما؟ أكيد. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.